تعالي يا مك، تعالي. على فكرة يا جماعة، الكلبة ليلي دي شكلها فاضية، ما مشالتش المرة دي، ان عد ان عدى ميعادها كام يوم، شكلها كده على الفاضي. هي كده شكلها على الفاضي، فاضية. مكان جوه، يلا جو جو. ها كلبش، ادي كلبش اهوت، والاكل بتاعه كلبش. قول يلا تعالى بره هنا. تعال تعالى بره، تعالى بره، تعالى اهو اهو. خد يا كلبش، تعال تعال كلبش كلبش، تعال تعال اهو اهو، تعال تعال اكل اهو، خد اكل اهو. دكسامزازون اهوت من الديل الحساسيه والالتهابات، ومعاه كذا امبول بقى، مش دكسامزازون لوحده، وكذا امبول بنحط عليه، من 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 بنخلط كله على بعض في سرنجه واحده، ونيجي عطشان للكلب عشان خاطر الحساسيه والهرش. لازم دكسامزازون مع اي حقن التهابات، اي حقن حساسيه بنشتغل بيه كده وكده. اليونيكتام برضو احنا مشغلين بيه زي ما انتم شايفين اهوت، اليونيكتام برضو كلنا عارفين اليونيكتام يا جماعه. كل ده شغل الحساسيه، بس عايز اللي يشتغل معاه بنظام، عايز ان الكلب يستحمى يبقى فيه نظافه، وبعد ما يستحمى ينشف بسفنجه او اي حاجه، ونتابع معاه بالعلاجات ونشوف هو نهايته معايا ايه، بنشوف في تحسن بعد كام يوم ولا الكلب لسه مفيش تحسن. بس الحمد لله مفيش كلب جه عندنا ولازم يطلع صاحبه مبسوط منه ومبسوط من شعره، لان بيبقى اكتر الكلاب جايه شعرها كله واقع من كتر الهرش والالتهابات. طبعا يا جماعه الكلب دوت لسه جاي لنا ما كملش كام يوم، لسه شغالين معاه، بس ان شاء الله هيبقى كويس، وباذن الله هيرجع تاني وهيرجع تاني لجسمه يفرد، لان هو صاحبه قال لي ده الكلب ده كان جسمه بسم الله ما شاء الله، بس طبعا التعب والحساسيه والهرش. خير يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. دلوقتي احنا نضفنا السطح قبل ما هنأكل الكلاب، وقبل ما هنحط لهم اكلهم، وهنشوف الكلاب صحتها عامله ايه، وهنشوف هم عاملين ازاي. ومع موكا تعال تعال، وهنحطهم وجبه الاكل بتاعتهم اهو هنا هنا. هنحذف لهم كده الاكل كده زي ما انتم شايفين يا جماعه عشان ياكلوا. ونحط الكلبش برده في الاكل لوحده عشان الكلبش مربوط اهوت. لو انتم شايفين كده تعال يا مك، تعال تعال لا يلا كلي معاهم، يلا كلي معاهم. وادي نحط الكلب ده، الكلبه دي برضه كانت انتوا شايفين كده يا جماعه، ادي الاكل بتاعهم ده كده فطار.
ادي وجبات الاكل بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. ادي كلبش اهوت، خشي جوه، يلا خشي جوه، خشي جوه. مكان جوه، يلا جو جو. خير يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. دلوقتي احنا نضفنا السطح قبل ما هنأكل الكلاب وقبل ما هنحط لهم اكلهم، وهنشوف الكلاب صحتها عامله ايه، وهنشوف هم عاملين ازاي. ومع موكا تعال تعال، وهنحطهم وجبه الاكل بتاعتهم. اهو هنا هنا هنحذف لهم كده الاكل كده زي ما انتوا شايفين يا جماعه عشان ياكلوا. ونحط الكلبش برده في الاكل لوحده عشان الكلبش مربوط اهوت. زي ما انتوا شايفين كده تعال يا موك، تعال تعال. لا يلا كلي معاهم، يلا كلي معاهم. وادي نحط الكلب ده، الكلبه دي برضه كانت انتوا شايفين كده يا جماعه. ادي الاكل بتاعهم ده كده فطار. ادي وجبات الاكل بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. ادي كلبش اهوت، خشي جوه، يلا خشي جوه، خشي جوه.